تحياتي للجميع مرة أخرى أيها الأصدقاء في الحلقة الجديدة من مسلسل التفاحة المحرمة. يتصل عليان بزينب بعد التحدث معها لكنه لا يستطيع الوصول إليها. يتصل بإيلدز، تصاب الفتاة بالذعر عندما لا تستطيع الوصول إلى والدتها أيضاً. في هذه الأثناء تحاول زينب أن تجبر دوندار على أن يكون معها، وتحاول هي أن تثنيه بالجمال. تتمكن زينب من تهدئة دوندار في تلك الليلة وترسله إلى الغرفة المجاورة. يذهب عليان إلى منزل زينب عندما لا يفتح الباب، ولكن هناك صوت من الداخل يكسر الباب مع أمير ويدخل. يتصل عليان بهاليت ويخبره بالموقف. يتحدث والد دوندار إلى السيد ياشار ويطلب منه العثور على ابنه دون الذهاب إلى الشرطة. يتصل الرجل ببعض الأماكن وينطلق مع عليان. يغضب السيد ياشار من ابنه ويضربه. ينقذ زينب ويعده بإلغاء الزواج وحبس ابنه في عيادة. يعودان بها إلى المنزل ويهدئان من روعها. يباع منزل السيدة أسمان، تعطي المال لمصطفى. يقول الرجل إنه سيغادر. يلتقي أسمان بزرين، يتناولان العشاء مع عليان وزينب. يتناولون وجبة متوترة. يعطي عليان لزينب لعبة السوليتير الخاصة به. يبدأ كايا في النظر وفحص أوقات زواج هاليت وإندر كما يشك تولين. ينزعج إندر من مغادرة تولين غرفة كايا ويريد التحدث مع هاليت وصرفه، لكنه لا يقبله. عند سماعه ذلك ينفد صبر يلدز للقاء تولين. يحاول الحصول على كلمات من فمها. بعد الاطلاع على الأخبار تذهب كايا إلى إندر وتسأله عن سلوكه العدائي وما يخفيه. يخبرها أنه لا يزال يحبها إذا لم تكن هي كذلك. يتشاجر الاثنان. يقول آدم أنه سيحاول معرفة ما يخفيه عنه. يذهب إندر إلى كايا، يغضب بشدة عندما تلمح له عن ابنه. وأخيراً تفصح كايا عن الأمر وتسأل: إريم ابني، أليس كذلك؟ سوف ينظر في اختبار الحمض النووي، قل الحقيقة. وبينما يخبر إندر الرجل أنه يكرهه، يجذب كايا المرأة إليه ويقبلها. نعم يا أصدقائي، هذا الفيديو كان يصل إلى هنا أيضاً. إلى اللقاء، نراكم في فيديوهاتنا الأخرى.